انا قعدت اقول لك انا مش مرتاحه وانت ولا انت هنا. اديك شفت وسمعت بنفسك، لازم نمشي من هنا حالا. انا مش مصدق نفسي، معقوله هما؟ طب ليه وانا كنت اعمى طول الفتره اللي فاتت دي؟ انا من اول ما شفت الشيخ بتاعك ده وانا مش مرتاحه. عايز تشوف شيخ بجد؟ تعالى اوديك اللي انا روحت له. انا لما شفت منظر القنابل والاسلحه قلبي كان هيقف. يا نهار اسود، ده سيدنا قال لي امشي في ضله. سيدكو ده نصاب، الدين بريء منه ومنه. والله العظيم انت ربنا بعتك ليا في الوقت المناسب يا سلمى. طب ما ضيعش بقى الوقت المناسب، يلا. حاضر، ثانيه واحده بس، ثانيه واحده أأمن الطريق بس. على فين يا خاين؟ أخ حلمي، أنا أنت عارف الخاين جزاوه إيه؟ أيوه عارف أخ حلمي، بس افهمني بس، إحنا مش هنجيب سيركو ولا كأننا شفناكو، بس سيبونا نمشي وادونا الأمان. أنتوا مش هتمشوا من هنا إلا على ظهركو. اصل هي كانت عايشه عند جدتها قبل ما نتجوز وتعبت وقعدت في المستشفى، فاحنا خدنا الهدمتين دول عشان نروح نقعد معاها لحد ما تخف وهنرجع تاني. اكيد هنرجع تاني، يعني هنروح فين؟ فوالله ما تحلفش يا خاين، انت خنت والخيانه ملهاش تمن الا الموت. ارجع يا ارجع ارجع سلاح ارفع ايدك وشك لحد هاتش. على الأرض. يعني ايه مش عارفين المكان؟ شريف هو اللي قال لي. ما هو ساب المكان اللي كان فيه، وشريف نفسه مش عارف يوصل له. طيب ما قدرتوش تعرفوا المكان اللي كان فيه؟ يمكن رجع له. شقته القديمة يا أنكل. بس أنا أعرفه إنه كان سابها. رجع لها إمتى؟ مش عارفه ارد لك على السؤال ده. ولا حد هيرد على السؤال ده الا ادم نفسه. بس هو هنلاقيه فين؟ هو في انهي مكان عشان نعرف منه الرد، ونعرف راح فين ولا جه منين، ولا والدته مش عارف اعمل معاها ايه. ما بتسكتش ليل ونهار، بتسالني وليل ونهار بكذب عليها زي ما اكون قلبها حاسس بكل حاجه. هو كده ادم، ما بيتعبش غير الناس اللي بتحبه. لا يا رحم، مش وقته عشان نشيل منه دلوقتي. ما تقسيش قلبك عليه يا بنتي. انكل انا اتاخرت، معلش انا لازم امشي، ولو عرفت اي حاجه ابقى طمني منك. طيب يا حبيبتي، مع السلامه. يلا بومبي، تصبح على خير. ربنا يستر. كفايه بقى يا منيره، ارحميني، هريتيني اسئله، راعيني شويه. كل ده عشان سالتك. هي رحمه كانت عايزه منك ايه؟ رحمه كانت عايزاني عشان مساله تخصها هي. هتكون عايزه ايه يعني؟ دي مش عيشه دي. انت اول مره صوتك يعلى عليا كده يا هارون.
استغفر الله العظيم. معلش معلش حبيبتي، حقك علي. انا اسف جدا، ما كانش قصدي والله، حقك علي. والله انا ما زعلانه، انا خايفه عليك. خايفه عليا من ايه بس؟ مني ومن تعبي. انت استحملت فوق طاقتك. انا استحملك اللي باقي من عمري كله. انا بس قلت يعني اعمل مره زي المتجوزين. هو احنا ابدا كنا زي اللي متجوزين، انت اللي علمتني كده يا هارون. يا حبيبتي ايه رايك بقى نروح البيت اعمل لك عشوه تاكلي صوابعك وراها؟ اذا كان ده هيغير المود بتاعك يلا بينا. يلا يا حبيبتي. بدور عليك من امبارح مش ليك. بتدور عليا ليه؟ خير؟ وحشتك مثلا؟ مش وقت تهريج، عايزك في موضوع مهم. ما بقاش في مواضيع مهمه تجمع ما بيننا. انا مش فاضيه، عندي مشوار، والوقفه كده كده شكلها بايخ. بطلع انت، هما كلمتين. تعال خش جوه. ادينا دخلنا، اتفضل هات ما عندك. هو صراحة مفيش غيره. سؤال ايه؟ انت فعلا هتتجوزي الواد ده؟ ما اسموش واد، اسمه الدكتور زاهر. وبعدين انت مالك؟ اتجوزه ولا ما اتجوزوش؟ يخصك في ايه؟ تردي عليا. افرض. صدقني انا عايز مصلحتك. مصلحتي؟ ولا انانيتك؟ انت مش قادر تشوفني مع حد غيرك. بالرغم من انك كان عندك قبلي. وبقى عندك بعدي. عندي بعدك مين؟ رحمة. ولا انت فاكرني نايمة على وداني؟ كلام الفارغ ده، مين اللي قالك كده؟ واحد مش بعيد عنها ولا عنك. تفتكر يبقى مين؟ آدم؟ أيوه آدم. آدم عرف كل اللي بينكوا وحلف يموتك. آدم يموتني أنا؟ هو اللي جالي وقال لي كده. كان فاكر يا حرام إني لسه دايبة في دباديبك، وإني لما هعرف هقتلك انا بداله. طب سيبك من الموضوع ده، انا هتصرف معاها. انا جاي عشانك انت. متتجوزيش الواد ده سهر. اسمع كلامي، بتقولوا ايه؟ معقول سلمى؟ ازاي يعني؟ قبضوا عليها مع مجموعة من الإرهابيين في شقة كده في حتة معرفش اسمها ايه. إرهابيين؟ سلمى؟ واللي أغرب من كده كمان إنها طلعت متجوزة واحد منهم. متجوزة؟ دي حاجة ما تخشش عقل عيل صغير، أكيد في حاجة غلط. والله أنا قلت كده أول ما عرفت. يا جماعة ما تنسوش ظروفها النفسية ومشاكل أبوها وأمها، الحاجات دي كلها على بعضها ممكن توصلها اللي هي فيه دلوقتي. مستحيل طبعاً، سلمى ممكن تعمل اي حاجه الا الكلام ده. اكيد حد ضحك عليها او ورطها. هو مين اللي اتجوزته ده؟ احنا ما نعرفش اكتر من اللي قلناه. وانتوا عرفتوا ازاي؟ ناس من الامن كلموا المديره وسالوها عن ملفها. انا مش قادره اصدق اللي بسمعه. يا جماعه يا جماعه، لاحظوا ان سلمى ملهاش غير جدتها، وجدتها دي ست كبيره، يعني لا بتعرف تتصرف ولا تعرف تعمل حاجه. ما هو عشان كده احنا كلمناك يا رحمه عشان نجتمع ونفكر هنساعد ازاي. انا من رايي ان احنا نقوم لها محامي كبير. المشكلة يا جماعة إن القضايا دي بتبقى صعبة قوي، يعني لو مفيش دليل إثبات حقيقي إنها ملهاش علاقة بالناس اللي هي كانت معاهم دول الموضوع صعب. وتاني حاجة ممكن الناس دول يشهدوا عليها. يا أخي يا أخي بطل تشاؤم. ها يا رحمة، ما قلتيش هنعمل إيه دلوقت؟ أنا لازم أشوفها ولازم أعرف هي عملت كده ليه وإيه علاقتها بالناس دي. أوصلها إزاي طيب؟ المتهم يا فندم. سلمى. ايه ده؟ حبيبتي حبيبتي ما تخافيش. انا ما عملتش حاجه، اديته والله العظيم ماليه دعوه. طب اهدي حالتي ما تخافيش. فكي كلبشات يا محمد، استنى بره. حاضر يا فندم. شفتي
عملوا فيا ايه تيتا؟ والله ما ليا دعوه، انا ماليش دعوه، انا اصلا ما بعرفش مين الناس دي. طب انت انا هسيبكم 10 دقايق بس مش اكتر لو سمحتوا، ده طبعا بشكل انساني. كتر خيرك يا بنت، الف شكر. انا ما اعرفش مين الناس دي، انا ما اعرفهاش والله العظيم ما اعرفها. ولما ما تعرفهمش ايه اللي وداكي عندهم؟ ايه اللي وداكي عندهم؟ وايه حكايه جوازك دي كمان؟ يا بنت اتمرمطتي ومرمطتيني معاكي، حرام عليك حرام. انا اسفه، انا غلطانه والله ما كان قصدي. والنبي يا تيتا اعملي اي حاجه عشان هيحبسوني، هيحبسوني يا تيتا، اعملي اي حاجه. انا كلمت المحامي، انا كلمت المحامي زمان وجاي يتصرف، انا كلمته. ما تسيبينيش مش هسيبك يا سلمى، مش هسيبك. انا خايفه قوي يا تيتا. ما تخافيش حبيبتي، ما تخافيش. صباح الخير يا فندم. صباح النور. صباح الخير شريف. صباح الخير. طيب ما تخليش حد عليا. حاضر. في ايه؟ ما اعرفش بساله. تعالى اتفضل شريف. ايه اللي وداك على الدوره دي؟ ادم انت فاهم غلط. انا مش فاهم حاجه غلط، انا شايفك بعناية. يا ادم انا عمري ما اخونك وانت عارف ده كويس. ضحكتوا عليا مره، عايزين تضحكوا عليا مره تانية؟ وانا مش قلت محدش يخش عليا؟ في حاجه ضروري لازم اقولها لحضرتك. ايه؟ في ضابط مستني حضرتك بره. طب خليه يستنى بره دقيقه. تعالى بسرعة. اهرب من هنا. ادم في واحد عايز يقتلك، انا معرفش هو مين، عشان كده كنت بدور عليك الوقت ده كله. يلا خلي بالك من نفسك. يلا يا ادم يلا، مفيش وقت. يلا سلمى حبيبتي. ما تخافيش يا سلمى، أنا معاكي. هقوم لك أكبر محامي في البلد، أنا واثقة إنك بريئة، أنتِ ما تعمليش كده، أنا عارفة. حبيبتي يا سلمى ما تخافيش، صدقيني هتخرجي من هنا. سلمى ما تخافيش يا سلمى. سلمى ضاعت يا أستاذة، سلمى ضاعت. ما تقوليش كده، سلمى بريئة، عمرها ما تعمل كده، هتخرج من هنا وهتكمل دراستها وترجع لحياتها. طب قولي يا رب، قولي يا رب. إن شاء الله. قولي يا رب. إن شاء الله، إن شاء الله. مين اللي مات فينا؟ أنا ولا أنتي؟ يمكن ندى وجاي سلمى، كلنا مراية شايفة صورة واحدة. يقتلونا ولما ندافع عن روحنا يقولوا مجرمين محبوسين في زنزانة واحدة. كلنا بنموت باسم الحب، ولا الحب داء دواه الموت؟ Thank you.
لو سمحت كنت عايزه اسال على سلام مركز الزياره. ايوه ثانيه واحده. والله كان موجود هنا ثانيه واحده اهو. اتفضل. ده اذن زياره الاستاذ المحامي عمله لي. واسم مين؟ باسم سلمى محمد خالد. طبعا بتاعك فضل معايا عندك بالظبط. أنا مش مصدقة اللي حصل ده. حصل إزاي وليه؟ نصيب نصيب يا سلمى. خلاص يا سلمى بقيت صفية مش صفري. أنت قرعتي الحجاب؟ آه الزهر بقى مكتوب عليا أعمل كل حاجة بحبها من وراهم وأعمل قدامهم اللي هم عايزينه. أنا مش فاهمة حاجة. أنت تقصدي إيه؟ اتجوزت. اتجوزتي؟ كتبوا كتابي نقلوا بضاعة من أبويا لجوزي وقال إيه؟ الأستاذ عجبه قوي اسم صفية. بيقول اسم عربي قديم. أستاذ مين ده؟ اتجوزتيه إمتى؟ مش هتفرق والله يا سلمى. كله نصيب. سجن تاني يعني او تالت بقى؟ واحدة سجنت جوه نفسها لحد ما ماتت وانا اهو في زنزانة وانتي في جوازة. بس انا هعيش يا سلمى وانتي كمان لازم تعيشي. ندى كانت غبية لما ماتت واللي حوالينا اغبى عايزين يموتونا. بس احنا هنعيش يا سلمى. هنعيش دنيتنا احنا مش دنيتهم هما. هنعيش يا سلمى هنعيش. انا لازم امشي بقى. لازم امشي عشان انتي عارفه بقى البضاعه. سلام يا سلمى. خلي بالك على نفسك. باي باي. انت يا دكتور هنفضل واقفين كده ولا هنخش ولا ايه؟ اتفضل. انا طبعا كان لازم اكلمك قبل ما اجي بس قلت بقى اجي لك على طول. يا سيدي ولا يهمك اتفضل. خير؟ لا خير ان شاء الله. الاول قول لي هو في حد في البيت انا ممكن يسمعنا ولا نتكلم براحتنا؟ لا اتكلم براحتك. قول اللي انت عاوزه. متاكد؟ على فكره انا مش فاضي. عندك حاجه عاوز تقولها قولها وخلصت. ابعد عن سهر. بقى الحكايه كده. بس اللي انا اعرفه يعني ان سايبين بعض بالظبط. بس ده ما يمنعش ان انا احميها منك ومن اللي زيها. تحميها مني انا؟ اه منك. ولو فكرت في اي حاجه ثانيه او شيطانك وزك هزعلك وهفضحك. تفضحني؟ تفضحني ازاي بقى ان شاء الله؟ ابلغ عنك. مش فاهم تقصد ايه؟ افهمك. انت في يوم من الايام عملت عمليه اجهاض غير شرعيه المريضه كانت عندك. لا وايه؟ اتسبب في وفاتها وانت سبتها وهربت. انا عارف ان انت في موقف صعب وانا مستعد ان انا اسكت خالص وما اتكلمش. بس على شرط واحد. تبعد عن صاحبك يا اما ازعلك. انت بتخرف؟ انا ما بخرفش. أنا أعرف المريضة، قصدي المرحومة الله يرحمها، وأعرف جوزها، وأعرف أختها، وأعرف كل حاجة. فكر يا دكتور، ولو إنك مش محتاج تفكر، بس أنا هسيبك.
اصل حبيتك. ودي بقى لعبة جديدة من ألعابك يا رحمة؟ ليه ما تقوليش إنها بواقي صحوبية ما كملتش؟ أنا مش فاهمة أنت إزاي مستحملة نفسك بالطريقة دي؟ سهر أنا جاية أنبهك، أنت مش مستحملة تشوفي اتنين مبسوطين مع بعض، ما تقدريش تشوفي علاقة ناجحة. الأول فرقتي بيني وبين شريف، ودلوقتي جاية تفرقي بيني وبين زاهر. ده أنت حتى فرقتي بينك وبين جوزك. انت مريضة قوي، نصيحة مني روحي تعالجي. تصدقي انا كده ضميري استريح من ناحيتك. انا مش فاهمة انت عايزة توصلي ليه. ما احترتش في بني ادم زي ما انا محترة فيكي. عارفة ليه؟ عشان شايفاني بعين كرهاني. انت لو فكرتي شوية هتعرفي ان انا عايزة مصلحتك. وايه بقى مصلحتي نسيب زاهر؟ انك منه هو كمان؟ انا مخدت الشريف من على مراته يا سهر. وما خدتيه منين؟ ما انا كنت مراته برضه. ما خدتش حد من حد. لو هو فاهمك كده دي حاجه تخص هو ما تخصنيش انا. بس مش هو اللي فاهمني كده. امال مين؟ مراته؟ لا جوزك. جوزي؟ ما انت عارفه ادم بيلطش. مره يتهمني بمدرب التنس، ومره يتهمني بالمذيع، واخرتها بيتهمني بصاحبه. ده حد يتصدق كلامه؟ بس ادم شاف شريف وهو نازل من عندك. ما انت ياما بتشوفي ادم. ده معناه إن في حاجة بينكم؟ سهر صدقيني أنا خايفة عليك. أنا اللي نفسي أفهمه أنت عرفتي حكاية زاهر منين؟ لو فعلا عايزاني أصدقك قولي لي عرفتي إزاي؟ وردت قالت لك إيه؟ ولا حاجة، سكتت. ولما ألحيت عليها سابتني ومشيت. هربت يعني. كان نفسي أعرف جابت المعلومة دي منين؟ مش بعيد يكون من آدم. آدم زي ما انت اعترفتلي والد هو يكون اعترف لها في ساعة صفا، وتكون هي خزنت المعلومة عشان تطلعها في الوقت الصح. لا يا سهر، آدم ايه بس؟ احتمال ضعيف جدا. معقول آدم هيعترف على نفسه بحاجة زي دي؟ يعني انا بقول جايز. مالك انت مش على بعضك ليه؟ كنت مستني حد غيري؟ شريف جاري. شريف بيهددني عايز نسيبك. ما هو جالي وعمل لي الشويتين دول. معلش سيبك منه. ما ينفعش يا سمر. شريف عارف الحكايه وبيساومني بيها. حكايتي؟ الحكايه اللي قلتها لك. يبقى اكيد رحمه هي اللي قالت له، وهي اللي خليته يجي لك وبعد كده يجي لي. انا مش فاهمه الست دي عايزه منا ايه؟ يعني يبقى كويس لما اروح واعمل لها فضيحه؟ اهدي بس، مش ده الحل. امال ايه؟ اسيبها كده عامله زي التعابين اللي عماله تبخ سمها في كل حته؟ يا سهر يا حبيبتي، شريف كل اللي يهمه انه يضيع لي مستقبلي. انا مش خايف منه، انا خايف على ملك. حاجه زي دي لو اتعرفت هتبقى نقطه سودا في حياتها. وانت عارفه ملك مش ناقصه. بتفكري في ايه؟ هبص على ملك. معقول يا شريف كان عايز يقتلك انت؟ هو ناقص مش كفايه اللي هو فيه. ده وما انقذنيش منه غير الظابط اللي طب علينا. ظابط مين؟ لا ده واحد صاحبي كان جاي يحجز تذكره كده وقال لي خش سلم عليا. مش عارف لو ما كنتش جاي كان هيحصل ايه. ايه مالك؟ سرعت فيه؟ ابدا. سؤال عمري ما سالته لنفسي. سؤال ايه؟ هو ادم بيحبني قوي للدرجه دي ولا دي غيرة رجاله ولا ايه؟ طب انا عندي سؤال تاني ينفع اساله؟ اتفضل. لما انت ما بتحبيش ادم اتجوزتي ليه؟ انت مين؟ لا أنا واحد ما تعرفوش، بس اللي بينا دم. أعرفك قبل كده؟ فاكر مريم؟ مريم؟ مريم اللي أنت اتحت عليها وخليتها تسيب جوزها وفي الآخر رميتها زي الكلبة في الشارع.
انت عايز مني ايه؟ عايز اقتلك يا ادم يا حناوي، عايز اخد حقي منك. انا مش هسيبك، هاخد حقي منك وحق مريم. الو، ها يا شريف، ايه مالك؟ مال صوتك؟ طب بقول لك ايه، انت فين؟ طب انا جايه لك 5 دقايق واكون عندك. يلا باي باي. يا فندم مفيش حد موجود خالص. يا فندم مفيش حد موجود. يا فندم وشي. يا فندم الباشا قال ما حد يشوف يدخل. يا فندم طب بالراحه ما تزقيش.